وبناتنا طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في مدارسكم مدارس الإيمان الخاص. مع مراجعة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي عن قواعد النحو. التدريب الأول، مصر تحتاج جهود أبنائها كي تبقى رائدة، فمن يسعى إلى المجد ينال ما يريد. وقد عرف المصريون على مر التاريخ بسعيهم وحبهم لوطنهم الذي جعلوه درة الشرق حتى ظنهم المعتدون خاضعين. لابد لنا من قراءة القطع قراءة جيدة وفهم معاني القطع كي نستطيع الإعراب. اعرب ما يلي: مصر، مصر تحتاج جهود أبنائها. مصر هنا اعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. كي تبقى رائدة، كي تبقى رائدة. رائدة هنا اسم نكرة منصوب. لما نيجي نعربه هنا هنسأل سؤال بسيط جدا: كيف تبقى؟ هي رائدة هنا مش مفعول به، رائدة مش مفعول به، تبقى ده فعل لازم، رائدة هنا حال. بنسأل نفسنا كيف تبقى مصر؟ الإجابة رائدة. يبقى إذن رائدة حال منصوب وعلامة نصبه الفتح. على مر التاريخ، على مر التاريخ، التاريخ إعرابها مظبوط، مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. يسعى، فمن يسعى إلى المجد. يسعى هنا نعربها إزاي؟ قبل ما أعرب الفعل ده لازم أبص على الأسلوب كامل. فمن يسعى إلى المجد أهو، ينال ما يريد. الأسلوب ده أسلوب إيه؟ ده أسلوب شرط. أدي أداة الشرط من، ويسعى فعل الشرط، وينال جواب الشرط. يبقى يسعى هنا من أداة شرط جازمة، يسعى فعل الشرط، وينال جواب الشرط. نعرف يسعى هنا تمام، بحدد نوع الفعل الأول إن هو فعل صحيح أو فعل معتل. ده هنا فعل معتل ناقص، آخره حرف عل. طب حرف العلة هنا محذوف عشان قبله أداة الشرط. يبقى نعرف يسعى هنا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. تمام، استخرج من العبارة ما يلي: فعلا مبنيا للمجهول. فعلا مبنيا للمجهول. من قراءة القطعة هنا لقيت إن في عندي أكثر من فعل مضارع، لكن فيهم الفعل المضارع المبني للمجهول. تمام تمام، زي ما قلنا ينال ما يريد. وقد عرف المصريون، عرف المصريون، ده فعل مبني للإيه؟ للمجهول. نائب الفاعل عندي كلمة الإيه؟ المصريون. نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. السؤال اللي بعده: فعلا متعديا لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يبقى المقصود بيهم على طول تمام تمام ظن وإيه؟ ظن وأخواته، ظن وأخواته. نقرأ مع بعض كده قطعة: مصر تحتاج جهود أبنائها كي تبقى رائدة، فمن يسعى إلى المجد ينال ما يريد. وقد عرف المصريون على مر التاريخ بسعيهم وحبهم لوطنهم الذي جعلوه درة الشرق حتى ظنهم المعتدون خاضعين. هنا معايا الفعل المتعدي لمفعولين جعل، ادي الفعل اهو، ده الفعل المتعدي لمفعولين اصلهما المبتدا والخبر جعل. طيب حددهما المبتدا والخبر اللي هو هيبقى مفعول اول ومفعول ثاني. المفعول الاول اهو في الهاء دي، ده المفعول الايه؟ المفعول الاول. والمفعول الثاني درة، درة الشر. يبقى لما اقول لك هنا رقم 2 فعل متعدي لمفعولين اصلهما المبتدا والخبر اللي هو الفعل ايه؟ جعل. والفاء والمفعول به الاول الهاء ضمير، المفعول به الثاني درة الشر. طيب معانا فعل ثاني متعدي لمفعولين، تمام ظن، اهي ظن، ظن ده فعل متعدي لمفعولين اصلهما المبتدا والخبر، المفعول به الاول
الضمير هنا اللي هو عائد على المصريين، عائد على المصريين، ده المفعول به الايه؟ الاول. والمفعول به الثاني كلمه خاضعين، ده المفعول به الثاني. يبقى الفعل المتعدي المفعولين معايا جعل، والمفعول الاول الهاء، والمفعول الثاني دوره الشر. او الفعل ظن، والمفعول الاول الضمير اللي هو عائد على المصريين، والمفعول الثاني خاضعين. السؤال اللي بعده اسلوب شرط، اسلوب شرط واداه الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. لسه واحنا بنشرح من دقيقتين حددنا هنا فمن يسعى الى المجد ينال ما يريد. هنا ده اسلوب الشرط كامل اهو، فمن يسعى الى المجد ينال ما يريد، بكتبه هنا. بعد كده اداه الشرط من، فعل الشرط يسعى، وجواب الشرط ينال ما يريد. رقم اربعه فعلا صحيحا واذكر نوعه. بحدد انا في القطعه بتاعتي كل الافعال بتاعتي اللي موجوده هنا، تحتاج ادي فعل، تبقى فعل، يسعى فعل، ينال يريد، عرف، وكمان جعل وظن. دي الافعال اللي معايا في القطع. بنمسك فعل فعل يا شباب ونحدد نوعه اذا كان فعل صحيح او فعل معتل. يعني الفعل تحتاج اصله ايه؟ حاجه، وده هنا معتل. طيب والفعل تبقى، بقى، ده معتل ناقص. يسعى معتل ناقص. ينال اساسه نال، ده معتل اجود. يريد اساسه اراد، ده معتل. عرف اساسه عرف، ده صحيح. جعلوه جعل، ده صحيح. وظن صحيح. يبقى الفعل الصحيح اللي معايا عرف وجعل وظن، نوعهم صحيح سالم، صحيح سالم. الفعل المعتل هناخد فعل ايه؟ تبقى، وده فعل هنا معتل، فعل معتل نوعه ناقص، نوعه ايه؟ ناقص. ويسعى فعل معتل نوعه ناقص، وينال فعل معتل برضه نوعه هنا اجود، نوعه اجود. رقم ستة ضمير، رقم ستة ضمير. عندي هنا أكثر من ضمير متصل، أكثر من ضمير متصل. عندي هنا الضمير أهو، الهاء في كلمة أبنائها، وعندي الهاء مع الميم في كلمة حبهم، في كلمة، والهاء مع الميم في وطنهم، واو الجماعة في جعلوه، والهاء مع الميم في ظنهم. كل دي الضمائر موجودة عندي وكلها ضمير متصل بارز متصل. خبر، نرجع للقطعة تاني. مصر، ادي المبتدا اهو، مصر تحتاج جهود ابنائها، ادي الخبر بتاعها، تحتاج جهود ايه؟ ابنائها. نوع الخبر، نوع جمله ايه؟ جمله فعليه. رقم 8 فعلا لازما. احنا بنقول تاني ان الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يتعداه الى المفعول به، الذي لا يحتاج الى المفعول به. طيب هنا تحتاج، فعل تحتاج، ده هنا لازم ولا متعدي؟ ده هنا متعدي عشان وراه المفعول به. طيب تبقى، ده هنا لازم عشان اكتفى بالفاعل، اكتفى بالايه؟ اكتفى بالفاعل. يبقى تبقى هنا فاعل متعدي لمفعول واحد. القطعة الثانية، الربيع فصل المتعة والجمال، فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرورا، فقد جعل الله الجو فيه معتدلا والسماء صافية حيث يستقبل بسرور وانشراح ويملأ الناس الحدائق. القطعة مرة ثانية، الربيع فصل المتعة والجمال، فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرورا، فقد جعل الله الجو فيه معتدلا والسماء صافية حيث يستقبل بسرور وانشراح ويملأ الناس الحدائق. طيب. أول كلمة معنا في الإعراب كلمة المتعة، الربيع
فصل المتعة والجمال. المتعة هنا طبعا إعرابها واضح جدا، وهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الإيه؟ الكسر. فمتى يحل تزدد الحياة بهجة؟ الحياة هنا هنعربها إيه؟ تمام، فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. جعل، جعل فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الايه؟ على الفتح. طيب استخرج من العباره ما يلي: فاعلا، فاعلا. معانا هنا الفاعل، هنا كلمه ايه؟ لفظ الجلاله اهو، جعل الله الجو. لفظ الجلاله هنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. يبقى الفاعل لفظ الجلاله، اعرابه لفظ الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضم. فعل ينصب مفعولين وحددهما. فعلا ينصب مفعولين وحددهما. برضه الفعل بينصب مفعولين اهو، جعل من افعال التحويل. من افعال التحويل اللي درسناها في ظن واخواتها. جعل فعل ماضي مبني على الفتح، ده الفعل الذي ينصب مفعولين. طب فين المفعولين؟ او اول مفعول الجو. اول مفعول ايه؟ الجو. والمفعول الثاني معتدلا. المفعول الثاني ايه؟ معتدلا. طيب بعد كده محتاجين هنا رقم ثلاثة: أسلوب شرط وأداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. لما نكتب هنا الإجابة لازم نكتب الجملة كاملة بتاعت أسلوب الشرط أهي. فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرور؟ ده هنا أسلوب الشرط كامل، نكتب أسلوب الشرط كامل هنا. فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرور؟ بعد كده بنقسمها أجزاء زي ما اتعلمنا إن أداة الشرط أهي: متى، أداة شرط، متى، أداة الشرط. بعد كده فعل الشرط يحل، فعل الشرط إيه؟ يحل. وجواب الشرط تزدد، تزدد الحياة بهجة. ده هنا جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى أسلوب الشرط مرة تانية: فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرورا، وأداة الشرط اللي هي متى، وفعل الشرط يحل، وجملة جواب الشرط تزداد الحياة بهجة وسرور. رقم أربعة: نائب فاعل. رقم أربعة: نائب إيه؟ نائب فاعل. طيب ندور الأول على الفعل المبني للمجهول. نقرأ القطعة مرة كمان: الربيع فصل المتعة والجمال. فمتى يحل تزداد الحياة بهجة وسرورا؟ برضه مش موجود فيها مبني المجهول. فقد جعل الله الجو فيه معتدلا والسماء صافية. برضه مش موجود هنا. حيث، نقرأ هنا كده ونركز: حيث يستقبل بسرور وانشراح. موجود هنا اهو الفعل بتاع المبني المجهول يستقبل. يستقبل ده الفعل المبني لإيه؟ للمجهول. طيب نائب الفاعل بتاعي فين بقى؟ نائب الفاعل بتاعي هنا ضمير مستتر. ضمير مستتر. حيث يستقبل هو. حيث يستقبل ايه؟ هو. فنائب الفاعل هنا ضمير مستتر. طيب بعد كده فعلا صحيحا واذكر نوعه. فعلا صحيحا واذكر ايه؟ نوعه. ادي الفعل الصحيح بتاعي جعل اهو، فعل صحيح. نوعه سالم. نوعه ايه؟ سالم. طيب ويملأ، فعل صحيح. يملأ فعل صحيح برضه. طيب نوعه ايه؟ مهموز. نوعه ايه؟ مهموز. طيب فعلا معتلا. فعل المعتل معايا اهو تزدد. تزدد ده فعل معتل. نوعه اجوف. هنا حذفنا الف العله اللي في النص هنا لالتقاء ساكنين، لكن هو معتل. فعل معتل تزدد. نوعه أجوف. رقم سبعة: ضمير. ضميرا. القطعة واضحة عندي هنا: الربيع فصل المتعة والجمال. فمتى يحل تزدد الحياة بهجة وسرورا؟ فقد جعل الله الجو فيه. شايفين ده ايه؟ هو ده الضمير. فيه الهاء دي، ده ضمير هنا. نوع ايه الضمير ده؟ نوعه ضمير متصل. ظاهر متصل، بارز متصل.
ده ضمير متصل، تمام؟ يبقى الضمير هاء الغيبة نو ضمير بارز متصل. رقم 8 خبرا واذكر نوعه. خبرا واذكر ايه؟ نوعه. الربيع اهو مبتدأ. خبره ايه؟ فصل المتعة والجمال. يبقى الربيع مبتدأ، خبره فصل المتعة والايه؟ والجمال. طيب نوع الخبر مفرد. نوع الخبر هنا ايه؟ مفرد. طيب رقم 9 فعلا لازما. فعلا لازما. طيب لسه قايلين من شويه ان الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يتعدى الى المفعول به. طيب نشوف الافعال بتاعتنا. يحل، يو يحل، ده فعل هنا ايه؟ لازم. ليه؟ ما هو اكتفى بالفاعل اللي هو ضمير مستتر. متى يحل هو؟ يحل فعل لازم. طيب وتزدد، ما ينفعش فعل لازم؟ لا ينفع. تزدد الحياة، تزدد الحياة. طب وبهجة دي مش مفعول به؟ لا، بهجة دي تمييز، لسه هتاخدها في صف سادس إعدادي. فتزدد هنا فعل برضو إيه؟ فعل لازم. فعل متعدي لمفعول واحد. فعل متعديا، فعلا متعديا لمفعول واحد. فعل متعدي لمفعول واحد هنا اهو، يملأ. يملأ ده الفعل المتعدي لمفعول ايه؟ لمفعول واحد. ادي المفعول بتاعه كلمة الحدائق. كلمة الايه؟ الحدائق. يبقى هنا يملأ ده فعل متعدي لمفعول واحد. أعاد القاضي الحق إلى أصحابه. أعاد القاضي الحق إلى أصحابه. ابن الجملة للمجهول وغير ما يلزم. نسمع الإجابات كده. أعاد القاضي الحق إلى أصحابه. نبني الجملة دي للمجهول. هنحذف الفاعل اللي هو القاضي، ونحول الجملة مع بقاء الزمن كما هو. أعاد القاضي الحق إلى أصحابه، حذفنا القاضي. هنعمل إيه في أعاد؟ هتبقى أعيد. أعيد. طب والحق؟ يبقى الحق. أعيد الحق إلى أصحابه. هنحذف القاضي ونبني أعاد دي، بدل ما هي فعل مبني للمعلوم هنحولها فعل مبني للمجهول. والحق بدل ما هو مفعول به هنخليه نائب إيه؟ نائب فاعل مرفوع. هنقول أعيد الحق إلى أصحابه. أعيد الحق إلى أصحابه. تمام. صوب الخطأ فيما تحته خط. كلمة نشيط. كلمة هنا إيه؟ نشيط. ظننت المدرسة نشيط. هتنفع كلمة نشيط كده؟ ولا هنبص إن ظن ديت بتنصب مفعولين. آدي المفعول به الأول المدرس، والمفعول به الثاني كلمة إيه؟ نشيط. هتبقى ظننت المدرسة نشيطا. نشيطا. طيب اللي بعدها، إن تسعى في الخير تجد خيرا. إن تسعى في الخير تجد خيرا. أنا عندي هنا الخطأ كلمة إيه؟ تسعى، لأن ده فعل مضارع هيبقى هنا مجزوم بحذف حرف العلة اللي هي الياء. فهو مجزوم هنا ليه؟ عشان قبله أداة إيه؟ قبله أداة شرط. قبله أداة شرط. إن تسع في الخير تجد خيرا. هنحذف حرف العلة ونضع فتحة على الحرف الذي قبله، فتبقى إن تسعى في الخير تجد إيه؟ تجد خيرا. وبكده أبنائنا وبناتنا الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا النهاردة، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق المستمر. شكرا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.